طب مارك ماشي كده. النهارده هنتعلم ازاي نكتب الكلمات اللي بيبقى فيها اصوات بالكسر. طيب هناخد كلمه جديده اسمها لعبه. لعبه يعني حد كان بيلعب. لما انا بقول لا لا ده صوت حرف ايه؟ لا. لما انا اقول لا 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 فتحه لا. طيب نسجل اول حرف اللام بيتكتب ازاي؟ عمود بينزل تحت السطر وطالع بنص دايره، ده اسمه حرف اللا، ده اسمه حرف اللا. لا عي عي عين كسره عي، لا عي عين كسره عي. نفتكر حرف العين نص دايره صغيره فوق السطر ماسكه كده، نص دايره كبيره بتنزل تحت السطر. لا عي باء 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 فتحه باء باء تاني. لما انا بقول لا لا لام فتحه لا، ادي لام. طيب الفتحه بتتكتب فين؟ بتتكتب فوق الحرف. تاني الفتحه بتتكتب فوق الحرف. لما انا قلت لا لا يبقى ده صوت حرف لام فتحه، لام فتحه لا. لا عين عين كسرنا العين واحنا بنطبع، يبقى عين كسره عين. الكسرة بتتحط فين؟ بتتحط تحت الحرف. تاني الكسرة بتتحط تحت الحرف، الفتحة بتتحط فوق الحرف. لا عي 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 كسرة عي عي كسرة عي. لا عي باء 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 فتحة باء، باء والفتحة فوق الحرف يبقى باء فتحة باء، باء فتحة باء. طيب نفتكر سوا كده حرف اللام لما احنا بنبتدي بيه الكلمه بيعمل ايه؟ بيمد ايد واحده بس للحرف اللي جاي بعده. تاني اللام لما بنبدا بيه الكلمه بيمد ايد واحده بس للحرف اللي بعده. يبقى اللام فتحه لا. لا عين 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 كسره عين. العين في وسط الكلمه بتعمل ايه؟ بتمد ايديها الاثنين، ايد عشان تمسك ايد الحرف اللي قبلها وايد عشان تمسك ايد الحرف اللي بعدها. يبقى العين بتمد ايديها الاثنين في وسط الكلمه. لا عي باء باء، الباء هنا جايه في اخر الكلمه. طب هي جايه وقبليها حرف عادي، هتمد ايد واحده بس الحرف اللي قبلها. لا عي باء. تاني اللام في اول الكلمه بتمد ايد واحده بس، العين بتمد ايديها الاثنين، الباء بتمد ايد واحده. لام فتحه لا، عين كسره عين، باء فتحه باء. لا عي باء، لا عي باء، لام فتحه لا، عين كسره عين، باء فتحه باء. لا عي باء لعبه. طيب بعد كلمة لعبة هناخد كلمة اسمها مرحة. مرحة يعني مبسوط فرحان. طيب ما ري ح ما ري ح. لما أنا بقول ما ما ده صوت حرف الميم فتحة. الميم دايرة من صف ومسطح ماسكة فيها عصاية. طيب ما ما ري ري را كسرة ري. ما ري ح ح ح فتحه ح. طيب الميم هنا هنبدا بيها الكلمه. طيب احنا قلنا ما ما ميم فتحه ما، الفتحه فوق الحرف. ما ري ري را كسره ري، الكسره بتتحط تحت الحرف. طيب ما ري ح ح ح فتحه ح، الحاء فوق الحرف. طيب الميم هنا لو انا عايزه ابدا بيها الكلمه بتعمل ايه؟ بتمد ايد واحده بس الحرف اللي بعدها. تاني الميم لما ببتدي بيها الكلمه بتمد ايد واحده بس الحرف اللي بعدها. طيب ما ري ري الراء هنا جايه في وسط الكلمه بتعمل ايه؟ بتمد ايد واحده بس الحرف اللي قبلها. ليه؟ عشان حرف الراء حرف من حروف الشقاء، يسمع حروف القطع
بس احنا بنقول عليها الحروف الشقية. ايه هي الحروف الشقية اللي بنفتكر سوا؟ ألف، دال، زال، را، زال، واو. الحروف دي أي حرف بيجي بعدهم مش بيمسك إيديه، واللي بيجي قبلهم بيمسك إيديه. طيب أنا عندي هنا حرف الراء حرف من الحروف الشقية، فاللي هيجي بعديه مش هيمسك إيديه، لكن اللي قبليه هيمسك إيديه. عشان كده الراء في وسط الكلمة هنا مد إيد واحدة بس، الحرف اللي قبليه هو حرف الميم، والحرف اللي هيجي بعده هيقف زي اللي هو جنبيه، مش هينفع يمسك إيديه. يبقى ما ري ح. هنا الحاء جاية في آخر الكلمة. حرف الحاء في آخر الكلمة بيجي لنا بشكلين، يا بيمد إيد واحدة بس الحرف اللي قبله، يا إما بيقف زي ما هو. هنا حرف الحاء هيقف زي ما هو. ليه هيقف زي ما هو؟ مش هيمسك إيد حرف الراء، عشان إحنا قلنا إن حرف الراء ده حرف من الحروف الشقية، أي حرف بيجي بعديه مش بيمسك إيد، لكن اللي بيجي قبليه بيمسك إيد. تاني يبقى أنا عندي ميم فتحة ما، الراء في الوسط من ايد واحدة، والحاء هتقف جنب الراء. ميم فتحة ما، راء كسرة ري، حاء فتحة حاء، ما ري حاء، ما ري حاء. ميم فتحة ما، راء كسرة ري، حاء فتحة حاء، ما ري حاء.